السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. في المحاضرة اللي فاتت عرفنا يعني ايه اي بي اس واو بي اس، كريتنا الاي بي اس خاص بينا وعملنا او بي اس واحد بس اللي هو المانجينج دايركتور، هو المسؤول عن كل المشاريع اللي عندنا. تمام، طبعا عشان نعدل في الاي بي اس لازم نخش على الويندو الخاصة بالاي بي اس. تمام، يعني مش هنعرف نعدل على الاي بي اس غير من الويندو الخاصه بيه. هنا هنخش على انتربرايز بروجكت ستراكشر، دي كل الاي بي اس اللي موجودين عندنا. لو هنضيف اي اي بي اس جديد او هنعدل في اي اي بي اس فلازم يكون من خلال النافذه دي. تمام، طيب خلينا كده نضيف او بي اس جديد، مثلا نحط تحت المانجنج دايركتور ده مدير المشروع اللي احنا هنكريته. تمام، نعمل اد ونحط مثلا هنا بروجكت مانجر. اوكي تمام، نعمل كلوز. طيب احنا دلوقتي بقى عايزين نكريت مشروع جديد. تمام، هنيجي هنا، احنا دلوقتي واقفين على اليوزر انترفيس بتاع البرنامج. تمام، اول ما بنفتح بيفتح على الويندو بتاعه البروجكتس. عشان نضيف مشروع جديد هندوس هنا على علامه البلس. تمام، هيقول لي هنا اول حاجه اختار الاي بي اس اللي انت هتحط المشروع تحته. هقول له اوكي، هنا هيفتح لي، هدوس هنا يفتح لي نافذه تانية اختار منها الاي بي اس اللي احنا كريتناه اللي هو بي 6 2023. تمام، بي 6 2023 اوكي، ونقول له اوكي. تمام، دوس نيكست، هيقول لي اختار اي دي للبروجكت، فانا هقول له بي 6 برضو كورس 2023. تمام، واسم البروجكت سميه بي 6 كورس 2023. تمام، اعمل نيكست. طيب هنا قال لي the value entered for project id must be unique. ليه؟ لان احنا اوريدي مستخدمين الاي دي ده لاي بي اس، للاي بي اس هو نفس الاي دي، فاحنا لازم نغير الاي دي. هنا هنخليه مثلا بي ار 6 23. تمام، اي اي دي يعني، هندوس نيكست. طيب هنا هيقول لك انت عايز البلاند ستارت بتاعه البروجكت تبقى امتى. هنقول له مثلا نخليها 1 اكتوبر 2023. طيب هنا في الخانة التانية دي بيقول لك must finish by، يفضل ان احنا نسيب خانة must finish by دي فاضية، لان احنا لو حطينا تاريخ فيها هيعمل بعد كده يحسب negative floats، ودي هتبقى ممكن تسبب لنا مشكلة في البرنامج اللي احنا هنكريته. تمام، فاحنا نخليها فاضية دلوقتي. اوكي، ندوس next. هيقول لك هنا اختار ال OBS responsible manager، هنختار ال project manager اللي احنا كريتناه في ال OBS. تمام، هندوس next. هيقول لك هنا الريد تايب، هتختار ايه الريسورس اللي انت هتستخدمها، ايه الريد تايب بتاعها، فاحنا هنختار دلوقتي الستاندرد ريد. تمام، والقول نيكست. هنا بقول لك كونجراتيوليشنز، انت كده كريت مشروع جديد، هندوس فينش. تمام، طيب المشروع هنا نزل عندنا، هنطلع كده بس فوق عشان الدوشة دي كلها، هنعمل هنا كولابس اول. تمام، ونفتح بس الاي بي اس الخاص بينا والمشروع بتاعنا. تمام، طيب واحنا واقفين كده على المشروع، احنا مختارين المشروع هنا في شويه يعني ديتيلز كده تحت الويندو اللي تحت دي اسمها ديتيلز ويندو. تمام، لو وقفنا مثلا على الجنرال كده، هنا قال لك البروجكت اي دي كذا، البروجكت نيم بي 6 كورس 23، الستاتس بتاعه المشروع اكتيف. تمام، ريسبونسبل مانجر، البروجكت مانجر اللي احنا كريتناه، يعني تفاصيل عن المشروع اللي احنا كريتناه او اللي احنا هنشتغله. ممكن تحط الويب سايت بتاعه. تمام، هنا في الخانة دي النوت بوك انت ممكن تكتب فيها اي تفاصيل خاصة بالمشروع، يعني المشروع ده مثلا على مساحة كام، مكون من كام دور، وهكذا. تمام، نخش هنا على الديتس، ولازم نشيك على حاجة ونتأكد منها تكون مظبوطة 100% ان البلاند ستارت هي الداتا ديت. تمام، يعني لو لقيتهم مختلفين عن بعض لازم تخلي البلاند ستارت هي الداتا ديت. تمام، وهنا طبعا ماست فينش قلنا ان هي هنخليها دلوقتي، مش هندخل فيها اي
details. طيب لو وقفنا هنا على خانة الديفولتس، هنا بيقول لك duration type fixed duration units، تمام، والبيرسنت كومبليت تايب بالديوريشن. اوكي احنا هنسيبها دلوقتي ديوريشن، في ديوريشن وفي فيزيكال وفي يونتس، احنا هنشتغل على الديوريشن. مشروعنا ده هنشتغله بيرسنت كومبليت تايب ديوريشن، تمام. طيب بيقول لك هنا الاكتيفيتي تايب تاسك ديبندنت، يعني اي اكتيفيتي هتكريته باي ديفولت نوع الاكتيفيتي هيبقى تاسك ديبندنت. اوكي تمام. طيب هنا الكالندر بتاع المشروع هو مختار هنا ستاندرد فول تايم باي ديفولت، احنا ممكن نختار مثلا 6 working days دلوقتي، وبعد كده نبقى نخش نعدل فيه ان شاء الله في المحاضرة الجاية لما نتكلم عن الكالندر، تمام. طيب هنا بيقولك الاكتيفيتي اي دي prefix هيبدأ بالاي، يعني اي اكتيفيتي عندك هتدخله هو باي ديفولت هيحط الاي دي بتاعه اي، تمام، وبعد كده 1000، يعني اول اكتيفيتي اي دي عندك هيبقى اي 1000، بعد كده اي 1010، اي 1020، اي 1030 وهكذا، تمام. فانت برضو حر، انت هنا ممكن تغير الـ AD او ممكن تحط اي prefix خاصة بيك، تمام. الـ resources هنا زي ما قلنا هنخليها على standard rate دلوقتي. الـ settings هنا بيقول لك ان total float هنا less than or equal to 0 hour، يعني اوكي دلوقتي برضو. calculations تمام، احنا كده كريتنا اول مشروع، تمام، عرفنا يعني شوية configurations كده خاصة بالمشروع. نفتح هنا المشروع كده، تمام، هيظهر لك دي الويندو بتاعت الاكتيفيتيز اول ما تفتح المشروع، تمام. ان شاء الله في المحاضرة الجاية نتكلم عن الكالندر. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.